الدولة مسؤولة تجاه الأفراد، مثاله في توفير فرص عمل لكل إنسان. نسبة البطالة مرتفعة في بلادنا بشكل غريب، ملايين من الناس عاطلون، من المسؤول؟ الدولة. الدولة مسؤولة عن توفير أراضي لكل إنسان، ولو على أقل تقدير بإلغاء القوانين الكابتة. هذا في وقت آخر فصلنا الحديث حوله. الدول إذا ترفع يدها عن الأراضي، هذه الأراضي هي أراضي لله والناس عبيد الله، فليش الدولة صايرة في الوسط، يعني صايرة حاجز بين عبيد الله وبين أراضي الله؟ أنتم دعوا الناس، كل شخص يتملك 200 متر، 500 متر، 1000 متر من الأراضي يبنيها. تدرون أنه على حسب الإحصاء العلمي التقريبي أن الإنسان عندما يريد يبني بيت، المعدل كم سيكون من، يعني تكلفة الأرض كم ستكون وتكلفة البناء كم ستكون؟ شخص يريد يبني بيت ملكي يتملك بيته، على حسب الإحصاء الاقتصادي فإن قيمة الأراضي من مجمل قيمة الأرض والعقار المبني عليها يتراوح على حسب المناطق بين 40 إلى 70%، 40 إلى 70%، هذا إحصاء علمي قاعد أذكره الآن، بين 40 إلى 70% راح تكون تكاليف شراء الأرض نفسها. إذا الدولة ترفع يدها عن الأراضي، الأراضي هي لله مو للدولة، وقد خلقها لعبيده، خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني شنو؟ يعني فجأة نسبة التضخم تنزل بنسبة 40 إلى 70%. يعني هذا الإنسان اللي مثلا لازم على سبيل المثال 100,000 دولار يكون عنده، أو 1,000,000 دولار لكي يبني دارة، بدل الـ1,000,000 إيش قد يحتاج؟ احذف منها 400 إلى 700,000 دولار بس، الباقي يحتاج. كم من الناس عندئذ سيكونوا ذوي مساكن؟ وتنحل مشكلة السكن إلى درجة كبيرة، ومشكلة البطالة وغير ذلك. والحديث طويل في هذا الحقل، نكتفي بهذا المقدار. إذن هذا أولا.